متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. صارت معكم الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة عمان خلال الليلة القادمة وخلال 24 ساعة القادمة في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض الطقس المتوقع في العاصمة عمان خلال الليلة القادمة. الليلة القادمة هي الليلة أخيرة مستقرة قبل بدء الفعالية الجوية الجديدة التي تحدثنا عنها. هذا المنخفض الجوي الذي متوقع أن يبدأ مع الساعات صباح غدا الجمعة هو منخفض جوي سريع التأثير، لكنه قد تطور إلى الدرجة الثانية، أي بمعنى أنه منخفض جوي شتوي اعتيادي. التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان الليلة القادمة: أجواء غائبا جزئيا إلى صافية، توقعات بتشكل الضباب الخفيف في العديد من مناطق العاصمة في ظل ارتفاع نسب الرطوبة إلى مستويات تسعينية مع صغرى متوقعة بحدود 7 درجات مئوية في داخل العاصمة عمان. التوقعات الخاصة بيوم الغد: نبدأ معكم في المنطقة الشمالية كالعادة، توقعات بأن تبدأ الأمطار في المنطقة الشمالية تدريجيا خلال ساعات الصباح، تكون هذه الزخات الأمطار على شكل زخات غزيرة مرفقة بالرعد وتساقط زخات البرد العظمى، المتوقع في إربد 10 درجات مئوية. كذلك الحال في المفرق في جرش 9 درجات مئوية، في عجلون 8 درجات مئوية فقط، لكن مرتفعات جرش وعجلون العظمى فيهما ستكون بحدود فقط 5 درجات مئوية تقريبا. الأمطار ستكون حاضرة بغزارة بمشيئة الله في أجزاء عدة من إربد جرش عجلون وبشكل خاص في غرب محافظة المفرق، في حين تكون الفعالية الجوية شرق المفرق تقتصر على هبوب رياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، هبات رياح تتجاوز حاجز 80 كيلومتر بالساعة. توقعات الخاصة في وسط المملكة: نبدأ معكم في العاصمة عمان، توقعات بأن تصل العظمى إلى 8 درجات مئوية فقط، أقل من ذلك حتى في مرتفعات العاصمة، أجواء باردة غائمة جزئيا مع ساعات الصباح. مع ساعات الظهيرة تبدأ هذه الجبهة الهوائية الباردة بعبور المنطقة الوسطى، ستؤدي إلى هطول زخات أمطار تكون غزيرة أحيانا لا سيما في الأجزاء الغربية من العاصمة عمان، قد تترافق ببعض زخات البرد أيضا بعض العواصف الرعدية. كذلك الحال هو الأمر في البلقاء، ما دبأ الفعالية الجوية صوب ما كلما اتجهنا نحو الجنوب والشرق في المنطقة الوسطى الزرقاء، ما دبأ تكون الفعالية الجوية أقل منها مقارنة في البلقاء والعاصمة عمان بمشيئة الله. توقعات أيضا أن تصل كما تحدثنا بعض الأمطار إلى مدينة ما دبأ. كذلك الحال الأمطار حاضرة في الأجزاء الغربية من محافظة الزرقاء. توقعات في منطقة البحر الميت غائمة جزئيا مع احتمالية لهطول بعض الزخات الخفيفة من الأمطار، وتوقعات أيضا أن تكون الفعالية الجوية ضعيفة إجمالا في المرتفعات الجبلية الجنوبية، قد تصل بعض الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في مرتفعات الكرك، أيضا ربما في مرتفعات الطفيلة، لكن السماء الغالبة في هاتين المنطقتين. كذلك الحال في الشوبك ومعان هو هبوب رياح غربية قوية السرعة تتجاوز في هباتها حاجز 80 كيلومترا في الساعة، وبالتالي توقعات بحدوث تدن متفاوت في مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار. العقبة لا تأثيرات للمنخفض الجوي عليها، أجواء صافية إلى قية الغيوم مع عظمى بحدود 18 درجة مئوية في منطقة العقبة. المنطقة الشرقية أجواء فيها توقعات بهبوب رياح غربية قوية السرعة وإثارة كبيرة للغبار والأتربة فيها، مع عدم توقعات بوجود الأمطار في هذه المناطق. الأزرق 14 العظمى فيها، الصفاوي 12 درجة مئوية، الرويشد الليلة بحدود 0 درجة مئوية، وتوقعات بتشكل الصقيع في منطقة الرويشد لهذه الليلة، في حين غدا أجواء غائمة جزئيا وعاصفة ومغبرة بفعل هبوب رياح غربية قوية. إذا نلخص معكم: منخفض جوي سريع التأثير من الدرجة الثانية، يقتصر تأثيره على عبور جبهة هوائية باردة تابعة لهذا المنخفض مع ساعات الصباح المتأخرة في شمال المملكة، تصل المنطقة الوسطى مع ساعات الظهيرة، مع ساعات العصر والمساء انحسار للفعالية الجوية بمشيئة الله. عصر ومساء السبت حتى الأحد تيارات غربية رطبة تؤثر عقب انحسار هذا المنخفض الجوي. هذا كله ما كان لدينا حتى اللحظة. إلى اللقاء.